السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا في أحسن حال. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي تزود عدد الإنتاج بتاع زغاليل الاسطواني اللي عندك. بس قبل ما نبدأ من فضلك حب الخير لغيرك ودعم لايك واشتراك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بسم الله. بصوا يا جماعة، مبدئيا أول حاجة، العصافير البادج الاسطواني متوسط عدد الزغاليل بتاعتها بيكون حوالي تقريبا 4 زغاليل، ممكن اقل وممكن اكتر، بس احنا هنتكلم على المتوسط اللي هو 4 زغاليل. الطريقه اللي انا اقول لك عليها النهارده هي طريقه الطاجن، تمام؟ بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره دلوقتي اللي انت مثلا الدوره بتاعت الانتاج بتاعت البادج الاسترالي، اول حاجه اسبوع تزاود، بعد كده مثلا 20 يوم وقاعد على البيض، بعد كده مثلا حوالي 40 يوم او 35 يوم بتبقى مده فطام الزغاليل، بعد كده مثلا عصافير بتريح بتاع 10 ايام وترجع تنتج تاني، تمام؟ طيب انت ممكن توفر بدل مثلا في المده دي كلها ما يطلع عندك 4 زغاليل بس، ممكن يطلع عندك 8 زغاليل او اكتر بالطريقه اللي انا اقول لك عليها دلوقتي. الطريقه دي اسمها طريقه الطاجن، ودي بتبقى عباره عن اللي انت بتجيب طاجن بتاع حمام او اي طاجن فخار يعرف انه اللي بتعرف اللي انت بتدخله في القفص اللي عندك، تمام؟ اول لما تلاقي العصافير اللي عندك بادئ والبيض فقس وطلعت زغاليل، لما تلاقي اصغر زغلول ابتدى مثلا يريش ويبقى عمره حوالي اسبوع، بتجيب الزغاليل كلها بتطلعها من العش وبتحطها في الطاجن اللي انت حاطه من الاول في الارضيه بتاعت القفص. انت لما بتعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، هتبص هتلاقي ان الذكر والنتايه اللي هم الاهالي هياكلوا الزغاليل بتاعتهم الا على الارض، ولما يلاقوا العش بتاعهم فاضي هيبيضوا فيه تاني وهيعملوا دوره انتاج تاني سريعه. فدلوقتي بدل مثلا ما انت في مده 3 شهور او شهرين ونص تطلع 4 زغاليل، لا، انت بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي باذن الله هتطلع مثلا ما لا يقل عن 8 زغاليل فيما فوق. دي كده تاني نقطه احنا اتكلمنا فيها. طيب بس خلي بالك، اهم حاجه، في حاجه لازم تهتم بيها وهي التغذيه. لازم تهتم بالتغذيه بشكل كبير جدا. لو انت ما اهتمتش بالتغذيه بتاعت الزغاليل والاهالي، هتبص هتلاقي ان الزغاليل طالعه مش قويه، وفي نفس الوقت الاهالي اللي عندك اساسا بيضعفوا مش بيتحسنوا، هتلاقي صحتهم في النازل. فانت بالتالي لازم تعوض الموضوع ده، لان انت كده بتقرص عليهم. ده اسمه انتاج مكثف، انت بتقرص عليهم في الانتاج. انا بقول لك بدل ما تجيب 4 زغاليل بتخليها تجيب 8 واكتر. فانت لازم تهتم بالتغذيه. طيب تهتم بالتغذيه ازاي؟ اللي انت تقدم زي ما قلنا بروتين حيواني، وجبه البيض المسلوق، وتقدم وجبه القمح المنقوع، تجيب مثلا، انت اعمل بقى خلطه على حسب الامكانيات اللي عندك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن دلوقتي تجيب مثلا معلقه مثلا قمح عليها معلقه رز عليها معلقة مثلا ذرة عويجة اللي هي بتبقى الحباية الصغيرة بتاعت الحمام. بتجيب مثلا ال3 حبوب دول أول حاجة بتغسلهم كويس جدا، بعد كده بتسلقهم لحد ما تلاقيهم كلهم طريوا، وحتى لو الرز عجن منك ما تقلقش، لما تلاقيهم كلهم طريوا بتقدمهم للعصافير اللي عندك، بس تقدمهم يوم ويوم لا، تمام؟ ده بالنسبه للاكل الطري، طبعا مع وجبه البيض بالبقسماط، يعني تحط مثلا يوم كده ويوم كده. طيب بالنسبه بقى للحبوب الاساسيه اللي انت بتقدمها للعصافير اللي عندك، لازم أن تكون النسبه بتاعتها مظبوطه، يعني ما تجيبش نسبه اللي هي النسبه الشعبي، النسبه التجاري اللي هو مثلا بيحطوا لك 10 مثلا كيلو دنيبه عليهم 2 كيلو بلكم عليهم كيلو فلافل، النسبه دي غلط. تمام، انت لازم تعمل النسبه بتاعتك على ايدك، تجيب 1 كيلو بلكم تحط عليه 1 كيلو نيبه نضيفه، تمام، اللي هي الحبايه الكبيره، تحط عليهم نص كيلو فلارس، مش هيليسوا منك من الخلطه دي، بس يعني الخلطه دي ما تقدمهاش بالنسبه دي غير لما تكون بتعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها. الطريقه دي هتلاقي العصافير اللي عندك ما لقيتش صحتها فرقت جدا. كمان لازم تقدم فيتامينات، تشوف توتا فيت ده مكمل غذائي وفي مجموعه فيتامينات وفاتح شهيه. التوتا فيت ده بتقدمه ازاي؟ بتجيب غطا بتحطه على 1 لتر ميه وبتشرب العصافير اللي عندك كلها، بس تكون معطشهم قبل ما تقدم العلاج ده لمده ساعه او ساعتين، لو معاهم زغاليل خليها ساعه كفايه، تمام؟ وتحط لهم الفيتامين ده وساعتين 3 وتشيله وتحط ميه نظيفه. كده انا خلصت الفيديو. اي حد عنده اي سؤال يسيبه في تعليق، وانا باذن الله ارد عليه في اقرب اليوم. واقول لك تاني، حب الخير لغيرك وادعم اخوك بلايك واشتراك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.